سائل يقول: زوجتي حجت وفي طواف الوداع طافت وهي غير متوضية جهلا منها، ولم أعلم إلا بعد مدة، فما الحكم؟ يكون عليها فدية، يكون عليها فدية، لأن طواف طواف غير المتوضي غير صحيح، تشترط الطهارة لصحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن يطوف، وجاء في حديث ابن عباس: طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وإسناده صحيح إلى ابن عباس، لكن أنه موقوف عليه، وهذا الموقوف له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. فالحاصل أن الطواف تشترط له الطهارة مثل الصلاة، فإذا كانت طافت وهي على غير وضوء طواف الوداع فإنها لم تطف للوداع، فعليها فدية، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو توكل من يذبحها ويوزعها على الفقراء. نعم.